بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده. موضوعنا النهارده هو البارشال ديريفاتيف. يعني ايه بارشال ديريفاتيف؟ يعني تفاضل جزئي. من اسمه كده تفاضل جزئي، يعني ايه؟ يعني في جزء بنفضله وفي جزء تاني ثابت. طيب رمزه ايه التفاضل الجزئي ده يا معلم؟ رمزه مثلا بارشال زد بارشال اكس، يعني العلامة دي معناها اسمه او بتتقر يعني بارشال، اللي هي بتساوي برضو في نفس الوقت عشان التسهيل زد اكس. يعني بارشال زد بارشال اكس هي نفسها زد اكس، يعني الاكس كده بتتكتب تحت الاكس، يعني تحت الزد بشوية كده. طيب تمام، نخش على الامثلة على طول. عندنا مثال الاول بيقول لنا اف اوف اكس واي بتساوي واي بار 4 بلس 5 اكس كيوب واي بار 2 بلس زد بلس 6 اكس بار 4 واي بلس واي كيوب بلس 8 فايند اف اكس اف واي اف اكس اكس اف واي واي. تمام، هنروح نجيب الاف اكس اول حاجة. يعني الاف اكس يعني بارشال اف بارشال اكس، يعني انا بفاضل بالنسبة للاكس. اي حاجة تانية غير الاكس بالنسبة لي ثابتة. تمام، يعني الواي بار 4 دي بالنسبة لي ثابتة من الاخر كده، وتفاضل الثابت بصفر. من الاخر اي ترم في دول ما فيش اكس بالنسبة لي ثابت وتفاضله بصفر، يعني ده ثابت وتفاضله بصفر وده ثابت وتفاضله بصفر. نبدأ بقى نفاضل الكلام ده. تفاضل 5 اكس بار 3 واي تربيع هتدينا ايه؟ تفاضل دي 3 في 5 ب 15، 15 اكس تربيع والواي تربيع ثابت فهتنزل زي ما هي. تمام، تفاضل دي الاربعة في ستة باربعة وعشرين اكس باور تلاتة والواي ثابت فهتنزل زي ما هي. والاكس كيوب دي تفاضلها بايه؟ تفاضلها بتلاتة اكس تربيع. تمام، الاف واي نفس الكلام، هفاضل الكلام ده بالنسبة لواي، واي حاجة تانية غير الواي بالنسبة لي ثابت. يعني اي ترم ما فيش واي بالنسبة لي ثابت وتفاضله بصفر. يعني ده في واي ده في واي ده في واي ده ما فيش ده ما فيش، يعني الاثنين دول تفاضلهم صفر فكأنهم مش معايا خالص. فنروح نجيب الاف واي عادي، يعني هتبقى 4 واي تكعيب زائد 5 واي تربيع. لما نفاضلها نضرب الاثنين في 5 ب10 واي، والاكس تكعيب دي ثابت فهتنزل زي ما هي، زائد الواي هنا تفاضلها بايه؟ تفاضلها بالثابت اللي قدامها اللي هو 6 اكس باور 4. طبعا دول ثوابت تفاضلهم بصفر. تمام، الاف اكس اكس يعني ايه اف اكس اكس؟ يعني ايه اف اكس؟ يعني انت تروح تجيب الاف اكس بعد كده تفاضلها كمان مره بالنسبه للاكس. احنا جبنا الاف اكس اهي، هو عايز تفاضلها كمان مره بالنسبه للاكس. عادي جدا، هنفاضل مرة كمان بالنسبة لإكس، يعني الواي بالنسبة لي ثابت. اما نفاضل هنا بالنسبة لإكس هيدينا 30، 30 إكس واي سكوير. اما نيجي نفاضل هنا بالنسبة لإكس هيدينا 3 في 24 إكس تربيع والواي هتنزل زي ما هي. اما نيجي نفاضل بالنسبة لإكس هتدينا 6 إكس. خلصت على كده. طيب المطلوب الرابع اف واي واي. اف واي واي يعني ايه؟ يعني هنجيب الاف واي لوحدها بعد كده نفاضلها كمان مره بالنسبه للواي. طب فين الاف واي؟ الاف واي اهي، نفاضلها كمان مره بالنسبه للواي. تمام، عندنا 3 في 4 ب 12 واي تربيع زائد الواي هنا تفاضلها بايه؟ تفاضلها بالثابت اللي قدامها اللي هو 10 اكس تكعيب، 10 اكس تكعيب. وطبعا هنا مفيش واي فده ثابت وتفاضل الثابت بصفر فمش هنكتبه اصلا. طيب مثال تاني بقى بيقول لنا find all the second partial derivatives of function of x y اللي هي بتساوي ln x تربيع زائد 9 y تربيع. طيب هو عايز يعني يقصد ايه بكلمته all the second partial derivatives؟ يعني ايه الكلمة دي؟ يعني هو عايز السكند، يعني عايز اف اكس اكس اف واي واي اف اكس واي اف واي اكس. تمام، كل الحاجات دي مش هعرف اجيبها غير لما اجيب من الاساس الاف اكس والاف واي. يعني انا بشتغل كأن المسألة عادي، هنجيب الاف اكس نفس الطريقة بفضل بالنسبة للاكس والواي بالنسبة لي ثابتة.
طيب اللن كنا بنفضلها ازاي؟ نحط شرطة كسر، نحط اللي جوه اللن ده في المقام، اكس تربيع زائد 9 واي تربيع. بعد كده نفاضل اللي جوه اللن ونحطه في البسط. انا بفضل بالنسبة للاكس، تفاضل اللي هنا بالنسبة للاكس 2x 2x. تمام كده جبنا اف اكس. طيب واف واي نفس الكلام، هنفاضل بالنسبة لواي عن الاكس بالنسبة لي ثابتة. تفاضل اللي نحط شرطة كسر، اكس تربيع زائد 9 واي تربيع. بعد كده بنفاضل اللي جوه القوس بالنسبة لواي طبعا هنا، فالتفاضل اللي جوه القوس هيدينا 18 واي. تمام كده جبنا اف اكس واف واي. نروح ننتقل بقى نجيب الاف اكس اكس والاف واي واي. الاف اكس اكس هتساوي ايه؟ الاف اكس اكس قلنا يعني بنجيب الاف اكس ونفاضلها كمان مرة بالنسبة للاكس. احنا جبنا الاف اكس اكس اهي، اما نيجي نفاضلها، اما نيجي نفاضل يعني كسر بسط ومقام، في كان في قاعدة للتفاضل ده بتقول المقام تربيع، المقام تربيع اكس تربيع زائد 9 واي تربيع الكل تربيع. المقام في مشتقة البسط، انا بشتق بالنسبة لإكس، فمشتقة البسط 2، يبقى احنا عندنا المقام بمشتقة البسط، مشتقة البسط 2 اكس تربيع زائد 9 واي تربيع ناقص البسط في مشتقة المقام سالب البسط في مشتقة المقام. البسط اللي هو ايه؟ 2 اكس. مشتقة المقام طبعا بالنسبة لإكس، مشتقة المقام بالنسبة لإكس هي 2 اكس. 2 اكس في 2 اكس ب4 اكس تربيع. طيب تمام. طب الاف واي واي هتساوي ايه؟ الاف واي واي هتساوي ايه؟ نفس الكلام، المقام تربيع اكس تربيع زائد 9 واي تربيع الكلام ده تربيع. المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط ب18، يعني 18 اكس تربيع زائد 9 واي تربيع ناقص البسط في مشتقة المقام. البسط ب18 واي ومشتقة المقام 18 واي، يبقى 18 تربيع واي تربيع. دي كانت الاف واي واي. طيب هو عايز ايه تاني؟ هو عايز الاف اكس واي والاف واي اكس. طيب الاف اكس واي هتساوي ايه؟ الاف اكس واي، طيب يعني ايه اف اكس واي؟ يعني بتجيب الاف اكس وبعد كده تشتقها كمان مره بالنسبه للواي. الاف اكس موجوده ولله الحمد، نبدا بقى نشتقها تاني بالنسبه للواي. الاشتقاق نفس القاعده، المقام تربيع اكس تربيع زائد 9 واي تربيع الكلام ده كله تربيع. المقام فيه مشتقه البسط، طبعا انا بشتقه بالنسبه للواي، فمشتقه ال 2 اكس بالنسبه للواي 0 ناقص البسط في مشتقة المقام. مشتقة المقام بالنسبة لواي هي 18 واي، 18 يبقى ناقص 18 واي مضروبة في 2 اكس. تمام، ويعني شوف ال 18 في 2 بكام ونشيل الصفر ده ونبسطها يعني. طيب الاف واي اكس هتساوي ايه؟ نفس الكلام، الاف واي اكس يعني تجيب الاف واي وتفضلها كمان مرة بالنسبة للإكس. طبعا هنحط المقام تربيع، إكس تربيع زائد 9 واي تربيع الكلام ده كله تربيع. المقام فيه مشتقة البسط، طبعا نفس الكلام بصفر لأنها ثابت، ناقص البسط في مشتقة المقام بالنسبة للإكس يعني ناقص 18 واي مضروبة في 2 إكس. وبكده تكون المسألة دي اتحلت. مسألة تانية على البارشل بيقول لنا if v of x and t equal x minus a t الكل باور 4 plus cosine x زائد a t show that v satisfies the wave equation partial square v على partial t square equal a square partial square v على partial x square. اول حاجة انا بحب ابسط المسألة، يعني انا مش بحب الرمز partial ده لانه يعني في الكتابة صعب، فبسطها يعني ايه السكند بارشل يعني في تي تي تساوي ايه سكوير مضروبة السكند بارشل للإكس في اكس اكس بكل سهولة. طيب هو انا عشان اجيب الفي تي تي لازم يكون معايا الاول، لازم يكون معايا الفي تي. نفس الكلام عشان اجيب
ال vxx لازم يكون معايا ال vx الاول. طيب نروح نجيب ال vt مثلا، نروح نجيب ال vt، اشوف ال v فين واشتقها بالنسبة لل t. ال v اهي، ابدأ اشتقها بالنسبة لل t، يعني اي حاجة تانية غير ال t بالنسبة لي ثابتة. تمام، اول حاجة اشتقاق القوس، يعني اشتقاق القوس بننزل الباور 4 x ناقص a t كل باور 3. بعد كده ابدا اشتق اللي جوه القوس، انا بشتقه بالنسبه للتي، فمشتقه اللي جوه القوس ده هي نيجاتيف a. تمام، بعد كده اشتقاق الكوزاين بيدينا ايه؟ الكوزاين عموما بتدينا نيجاتيف ساين، نيجاتيف ساين x بلس a t. بعد كده بضرب في مشتقه اللي جوه القوس، انا برضو بشتق بالنسبه للتي، فمشتقه اللي جوه القوس بالنسبه لي هي a. جبنا ال vt، نسكت، ممكن نبسطها الاول بس عشان تكون سهله. ال vt سالب 4a مضروبه في x ناقص a t كيوب سالب a ساين x بلس a t. تمام، جبنا ال vt، هل هو عايز ال vt؟ لا، هو عايز ال vt t، يعني ناخد دي واشتقها تاني بالنسبة للتي. طيب ماشي، في تي تي هتساوي ايه؟ اول حاجة مشتقة القوس، مشتقة القوس بننزل التلاتة نضربها في الاربعة، يبقى سالب 12 ايه مضروبة في اكس ناقص ايه تي كل تربيع. بعد كده بضرب في مشتقة اللي جوه القوس اللي هي نيجاتيف ايه. تمام، بعد كده بنشوف المشتقة النيجاتيف ساين بتدينا نيجاتيف، ممكن نعمل كوز بس على دول كده عشان ما نتلخبطش، بتدينا نيجاتيف كوزاين اكس بلس اي تي. تمام، وبشتق اللي جوه القوس، بضرب يعني في مشتقة اللي جوه القوس، مشتقة اللي جوه القوس اللي هي ايه، وكان في ايه من الاول، يبقى ايه في ايه بايه سكوير. نبسطها برضو عشان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لنا. ال في تي تي هتساوي ايه؟ ال في تي تي هتساوي سالب في سالب باتناشر ايه تربيع اكس ناقص اي تي كل تربيع ناقص اي سكوير كوزين اكس بلس اي تي. دي كانت ال في تي تي. احنا عايزين نثبت ان ال في تي تي بتساوي اي سكوير في اكس اكس. ننتقل بعد كده عشان نجيب ال vxx، هنجيب ال vxx يبقى لازم من الاول نجيب ال vx، ال vx، ال vx هتساوي ايه؟ هشتق الكلام ده بالنسبة للx. تمام، اشتقاق القوس بينزل زي ما هو الاول، بينزل زي ما هو x ناقص at الكل باور، طبعا نحط الاربعة هنا، بننزل الاربعة وبننقص الباور واحد الاربعة. تمام، مع كده نضرب في مشتقة اللي جوه القوس، وانا مشتقة بالنسبة لإكس فمشتقتها واحد، يعني مش هتأثر معي في حاجة. مع كده الكوزين مشتقتها بنيجاتيف ساين اكس بلس اي تي، وبنضرب في مشتقة اللي جوه القوس، انا مشتقة بالنسبة لإكس فمشتقتها واحد. تمام، عايزين بقى ال في اكس اكس، ال في اكس اكس يعني هنشتق تاني بالنسبة لإكس، تلاتة في اربعة باتناشر x ناقص a t كل تربيع، وبنضرب في المشتقة برضو اللي هي بواحد، النيجاتيف ساين اشتقتها بنيجاتيف كوزين x بلس a t، وبنضرب في مشتقة اللي جوه القوس يعني بنضرب في واحد اللي هي مش هتأثر اساسا في حاجة. طيب احنا كده جبنا الحاجات اللي مفروض نعوض بيها في المعادلة عشان نثبتها او عشان نشوف هي بتحققها ولا لا زي ما هو عايز. اولا كده ال vtt اهي، تمام، وعندنا ال vxx اهي. ال vtt دي لو خدنا منها سكوير عامل مشترك ايه اللي هيحصل معانا؟ ال vtt اهي لو خدنا منها السكوير ده عامل مشترك، في سكوير هنا وفي سكوير هنا، لو خدنا عامل مشترك هيفضل لنا 12 x ناقص a t كل سكوير نيجاتيف كوزين اكس زائد اي تي، طبعا في قوس كده. تمام، هنسمي المعادلة دي، هنسمي المعادلة دي مثلا
واحد ودي اتنين. ونبدأ نقول ايه؟ نقول ان ال VTT يعني هنلاقي ان الكلام ده ان المقدار ده اللي هو ال VXX اللي هو فوق ده ايه نفس المقدار اهو. يعني كده فروم نكتب له كده فروم واحد واثنين ال VTT تساوي ال A سكوير VXX، وهو ده المطلوب ان هو يثبته او يشوف ان هو بيحقق يعني الكلام ده ولا لا. كده المسألة دي تكون خلصت. مثال تاني بيقول لنا شو زد زد ايكوال واي تكعيب ساين اكس على واي، شو زد اكس تربيع زد اكس اكس زائد 2 اكس واي زد اكس واي زائد واي تربيع زد واي واي تساوي 6 زد. اول حاجة احنا عايزين نخلي الطرف ده بيساوي الطرف ده، عشان نعمل كده لازم نجيب الزد اكس اكس والزد اكس واي والزد واي واي. الزد اكس اكس والزد اكس واي الاثنين بيتطلبوا ان احنا يكون معانا في البداية زد اكس. طب الزد واي واي بتتطلب ان انا يكون معايا زد واي وبعد كده اجيب منها زد واي واي. تمام، يبقى نبدأ اول حاجة نجيب زد اكس بعد كده نجيب منها الاثنين دول، ونجيب زد واي بعد كده نجيب منها دي. تمام، نروح نجيب زد اكس. الزد اكس هناخد المعادلة دي ونفضلها بالنسبة للإكس. الواي تكعيب ثابت فهتنزل زي ما هي، والساين تفاضلها الساين تفاضلها بكوزين إكس واي باور نيجاتيف ون. هنخلي الإكس على واي، إكس واي باور نيجاتيف ون. تمام، وبنضرب بره في مشتقة اللي جوه القوس. أنا مشتقة بالنسبة للإكس، فالواي باور نيجاتيف ون ده كأنه ثابت. تمام، يبقى الزد اكس هتساوي ايه؟ الزد اكس كده هتساوي واي تربيع كوزين اكس واي باور نيجاتيف ون. جبنا الزد اكس تفاضل المعادلة، الساين تفاضلها بكوزين اكس واي باور نيجاتيف ون، وبنضرب بره في مشتقة الكوس بالنسبة لإكس طبعا، فيبقى واي باور نيجاتيف ون في واي تكعيب في الضرب لما يكون الاساس متساوي بنجمع الاسس فهتبقى واي تربيع. تمام، نبدأ نجيب من الزد اكس نجيب منها زد اكس اكس، يعني هفاضل الكلام ده مرة تانية بالنسبة للاكس. الكوزين تفاضلها بنيجاتيف ساين اكس واي بار نيجاتيف ون، وبنضرب برا في مشتقة اللي جوه القوس اللي هي واي بار سالب واحد. الواي تربيع دي ثابت فهتنزل زي ما هي. تمام، يبقى احنا عندنا سالب واي ساين اكس واي باور نيجاتيف ون. تمام، جبنا الزد اكس اكس نجيب الزد اكس واي، هناخد نفس المعادلة بس نفضلها بالنسبة لواي. تمام، تفاضل بالنسبة لواي في المعادلة دي هنلاقي ان فيه هنا واي تربيع وفي هنا واي، يعني كأن في دالتين الاتنين فيهم واي ومتغيرين. فهنطبق هنا البرودكت رول اللي هي الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. الأولى في مشتقة التانية واي تربيع في مشتقة الكوزين اللي هتدينا نيجاتيف ساين اكس واي باور نيجاتيف ون، وبضرب في مشتقة اللي جوه القوس. مشتقة اللي جوه القوس بالنسبة للواي هنعملها بس كده بره عشان ما ننساهاش، يعني اكس واي باور نيجاتيف ون. اما اشتقها بالنسبة للواي هننزل الباور يبقى سالب اكس واي، وبطرح منه واحد يبقى سالب اكس واي باور نيجاتيف تو. تمام، يبقى هنا في سالب اكس سالب في سالب اكس واي باور نيجاتيف تو. تمام، دي الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. التانية اللي هي كوزين اكس واي بار نيجاتيف ون، مشتقة الأولى باتنين واي. نبسطها شوية يبقى زد اكس واي سالب في سالب بموجب اكس واي بار اتنين في واي بار سالب اتنين هتدينا واي بار زيرو اللي هي بصفر. تمام، يبقى اكس ساين اكس واي بار نيجاتيف ون بلس اتنين واي كوزين
اكس واي باور نيجاتيف 1. نبدأ بعد كده نجيب الزد واي عشان نجيب منها الزد واي واي. الزد واي هتساوي ايه؟ هناخد نفس معادلة الزد اللي فوق دي نفضلها بس بالنسبة لواي. هنلاقي واي هنا واي هنا، يبقى في برودكت رول، يبقى الاولى في مشتقة التانية، واي تكعيب في مشتقة التانية، مشتقة الساين كوزين اكس واي باور نيجاتيف 1، وبضرب في مشتقة اللي جوه الكوز بالنسبة للواي اللي هي نيجاتيف اكس واي باور نيجاتيف 2. دي الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى، ساين اكس واي باور نيجاتيف 1 مشتقة الاولى اللي هي واي تكعيب مشتقتها بتلاتة واي تربيع. تمام، هنبدأ نبسطها اكتر. يبقى الزد واي هتساوي سالب اكس واي باور 3 ناقص 2 1 اللي هي واي يعني كوزين اكس واي باور نيجاتيف 1 بلس 3 واي تربيع ساين اكس واي باور نيجاتيف 1. جبنا الزد واي، هنروح نجيب الزد واي واي. زد واي واي يعني هناخد نفس المعادلة دي هنفضلها كمان مرة بالنسبة للواي. هنلاحظ برضو نفس الملاحظة اللي احنا لاحظناها قبل كده، ان في هنا واي وفي هنا واي وفي هنا واي وفي هنا واي، معنى ذلك ان هنا في برودكت رول وهنا بلس هنا في برودكت رول تاني. طيب تمام، البرودكت رول ده اللي هو الاولى في مشتقة التانية، الاولى اللي هي نيجاتيف اكس واي، نيجاتيف اكس واي زي ما هي في مشتقة التانية، مشتقة الكوزين بنيجاتيف ساين اكس واي باور نيجاتيف 1، نضرب في اللي جوه الكوز، تفاضل اللي جوه الكوز بالنسبة للواي جبناه قبل كده بنيجاتيف اكس واي باور نيجاتيف 2، نيجاتيف في نيجاتيف هتكون بوزيتيف. تمام، دي الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى، التانية اللي هي كوزين اكس واي باور سالب 1 اللي هي دي مشتقة الاولى بالنسبة للواي، هتدينا ايه؟ هتدينا نيجاتيف اكس. تمام، لان دي واي باور نيجاتيف 1، ناخد دي برضو برودكت رول، الاولى في مشتقة التانية زائد الاولى في مشتقة التانية، 3 واي تربيع مضروبة مشتقة الساين بكوزين اكس واي باور نيجاتيف 1، وبضرب في مشتقة اللي جوه الكوس بالنسبة للواي اللي هو نيجاتيف اكس واي باور نيجاتيف 2. كده الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى، ساين اكس واي باور نيجاتيف 1 مشتقة التلاتة واي تربيع، هتدينا 6 واي. هنبدأ بقى نبسط الزد واي واي. الزد واي واي عندنا الترمين دول مضروبين في بعض، عندنا سالب في موجب. اول حاجة الزد واي، الزد واي واي هتساوي سالب، سالب في موجب بسالب، اكس تربيع واي في واي باور سالب 2 يعني 1 ناقص 2 هتدينا واي باور سالب 1، ساين اكس واي باور سالب 1 زي ما هي. تمام، بسطنا كده المقدار ده، نبسط ده زي ما هو، سالب اكس كوزين هو بسيط يعني اكس اكس واي باور سالب 1. تمام، نشوف الترم ده عامل ايه. سالب في موجب هتدينا سالب، سالب 3 اكس بعد كده واي، واي تربيع في واي باور سالب 2 هتدينا واي باور 0 اللي هي بواحد فمش كاتبينها، يبقى 3 اكس كوزين اكس واي باور سالب 1 باور سالب 1. تمام، زائد 6 واي ساين اكس واي باور سالب 1. كده الحاجات اللي احنا عايزينها في رأس المسألة عشان نثبت رأس المسألة، الحاجات دي احنا جبناها، جبنا الزد اكس اكس، الزد اكس اكس اهي، دي زد اكس اكس. تمام، جبنا الزد اكس واي اهي، جبنا الزد واي واي على ابسط صورة اللي هي دي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدأ بعد كده نعوض، ده اللي كان مطلوب في رأس المسألة، ودي الحاجات اللي احنا جبناها لسه كنا جاية منها. تمام، هنبدأ بقى بعد كده نعوض، هنعوض يبقى اكس تربيع في زد اكس اكس، يبقى اكس تربيع في زد اكس اكس يعني هتساوي
اكس تربيع في المقدار ده، يبقى سالب اكس تربيع واي ساين اكس واي باور سالب واحد. تمام، اتنين اكس واي في زد اكس واي، زد اكس واي اهي، هنضرب كل ترم من دول في اتنين اكس واي، يبقى عندنا زائد اتنين اكس تربيع واي ساين اكس واي باور سالب واحد زائد اتنين اكس واي تربيع كوساين اكس واي باور سالب واحد. تمام، زائد واي تربيع في زد واي واي، زد واي واي اهي، هنضرب كل حاجة من دول في واي تربيع، يبقى سالب اكس تربيع واي تربيع لما نضربها في واي باور سالب واحد هتدينا واي ساين اكس واي باور سالب واحد، سالب اكس واي تربيع كوزين اكس واي باور سالب واحد سالب تلاتة اكس واي تربيع كوزين اكس واي باور سالب واحد زائد ستة واي تكعيب واي في واي تربيع بواي تكعيب ساين اكس واي باور سالب واحد. بس نبدأ بقى نجمع ونشوف، يعني لو في اي حاجة مثلا زي بعضها بعكس الاشارة نطيرها نعمل اي حاجة. طيب هنلاقي عندنا سالب اكس تربيع واي ساين اكس واي باور سالب واحد ونفس المقدار بالسالب، يعني سالب اتنين الكلام ده، وفي هنا موجب اتنين، فدي هتروح مع دول. وهنلاقي برضو هنلاقي عندنا ايه، هنلاقي موجب اتنين اكس واي، موجب اتنين اكس واي تربيع كوزين اكس واي باور سالب واحد وسالب اكس واي تربيع وسالب تلاتة اكس واي اكس واي تربيع كوزين اكس واي باور سالب واحد. فاحنا كده في مشكلة اشارة عندنا، علشان تطير المفروض ان ايه اللي المفروض الاشارة الغلط. هنبص نلاقي ان هنا الزد اكس واي لما ضربناها في اتنين اكس واي، مفروض اتنين في اتنين اربعة اكس واي تربيع، مفروض انا كتبتها اتنين، فمفروض ان دي اربعة، هنعدلها بس بقلم تاني، اربعة اكس واي تربيع. تمام، فكده المسألة انظبطت معانا. انظبطت ازاي؟ ان احنا بقى عندنا سالب واحد وسالب تلاتة وموجب اربعة، فكده التلاتة دول هيروحوا مع بعض، يبقى اللي فاضل عندنا من المسألة ستة واي تكعيب ساين اكس واي باور سالب واحد. احنا كنا عايزين ايه اساسا من الاول؟ احنا كنا ماشيين كل ده عشان نثبت ان الطرف اللي احنا ماشينا فيه ده وقعدنا نجيب كل حاجة فيه ان هو يساوي ستة زد. طب هل ده بيساوي ستة زد؟ الستة زد، ستة زد، الزد كانت بتساوي كام طيب من الاول؟ الزد كانت بتساوي واي تكعيب ساين اكس على واي، يبقى ستة واي تكعيب ساين اكس على واي، دي بتساوي دي، وهو ده المطلوب اثباته.